قناة كارتون نتورك غير مباشر. كارتون نتورك غير مباشر يومياً في الوقت التالي بتوقيت السعودية على كارتون نتورك بالعربية. هل تعلمون ما هو الوقت الآن؟ إنه وقت كارتون نتورك غير مباشر، لذا اجلسوا في أماكنكم ولا تنسوا إحضار بعض الطعام اللذيذ لأننا سنبدأ. هل هو بخير؟ أعد رسم عالمك مع كارتون نتورك. لا تذهبوا بعيدا، ما زال هنالك المزيد من المغامرات والضحك في فقرات كارتون نتورك غير مباشر، لكن بعد الفاصل. حلقات جديدة من نينجاغو من الأحد إلى الخميس في الوقت التالي على كارتون نتورك بالعربية. أين أنتم؟ أما زلتم هنا؟ لقد عدنا، هيا بنا لنستمتع بالمزيد من الضحك والإثارة في فقرات كارتون نتورك غير مباشر. لا تذهبوا بعيدا، ما زال هنالك المزيد من المغامرات والضحك في فقرات كارتون نتورك غير مباشر، لكن بعد الفاصل. عادت الصديقتان في مغامرات جديدة للخميس في الوقت التالي على كارتون نتورك بالعربية. تعالوا معنا إلى المكان الذي تعيش فيه أجدد عروضنا وتحدث فيه آخر المغامرات، ونلتقي فيه أصدقاء جدد عند كل زاوية. هذا الشهر لدينا حلقات جديدة من نينجاغو. لنمرح معا في جديد جديد من الأحد إلى الخميس في الوقت التالي على كارتون نتورك بالعربية. هل سمعتم الخبر؟ سيحتفل الكناري الأكثر شهرة في العالم بعيد مولده، وبهذه المناسبة سيحضر جميع أصدقائه الحفلة، وأروع ما في الأمر أنكم مدعوون أيضاً. لذا لا تنسوا الموعد وانضموا إلى المرح في عيد مولد تويتي 21 من نوفمبر في الوقت التالي على كارتون نتورك بالعربية. لا تذهبوا بعيداً، ما زال هنالك المزيد من المغامرات والضحك في فقرات كارتون نتورك غير مباشر، لكن بعد الفاصل. حلقات جديدة من نينجاغو من الأحد إلى الخميس في الوقت التالي على كارتون نتورك بالعربية. أين أنتم؟ أما زلتم هنا؟ لقد عدنا، هيا بنا لنستمتع بالمزيد من الضحك والإثارة في فقرات كارتون نتورك غير مباشر.